اليوم المساء تستنيني على العشاء، نتعشى مع مين؟ مع الجماعة على موضوع مطبوع. ورح تطول كتير؟ ما بعرف، حسب الشغل. انت ليش ما عصبي حبيبتي؟ لا بقى تقلي حبيبتي، أنا مالي حبيبتك، فهمان؟ شبك؟ شبك؟ شو صاير لك؟ اللي صاير إنه أنا مخنوقة، أنا تعبانة. اهدي اهدي احكي لي، بترتاحي؟ بتقدر تقلي اليوم بالذات ليش تأخرت بشغلك؟ بقدر. إيه قول. اليوم بالذات كان عندي شغل زيادة. شغل بالليل وشغل بالنهار، وبدك يعني صدق. شو يعني عم بكذب عليكي أنا؟ كذاب وكذاب كبير كمان. أنت أكيد يا طق عليك، يا في براسك شيء. إي مزبوط، في شيء براسي، في المرة اللي عم تخوني معها، اللي عم تسحبك من بين إيدي وعم تاخدك من بيتك، بس أنا ما رح أخليها بنوب. انت عم تتخيلي حاطه براسك شيء ما عم تقدري تطلعي منه؟ صرت مفهمك مليون مره، انا ما فيني بلاكي، ما في شيء بحياتي غيرك، انا ما ممكن اتصرف هيك تصرف، فهمتي؟ كل تصرفاتك بتقول انك تغيرت، طريقه لبسك، تطليعاتك لحالك بالمرايه، بارفانك، كل شيء. انا تعبت كثير. لحتى أصير أم، أنت ولد منك، تعرف شو يعني منك، حس فيني بقى، حس فيني واتركها حرام عليك. مين وهي؟ اللي عم تخوني معها، اتركها. اللي هي بشو أحسن مني؟ أصغر مني؟ أحلى مني؟ عم تقدم لك شيء أنا ما عم بقدر أقدمه؟ قول مروان احكي لك خلاص. مريضة؟ أنت مجنونة؟ ولك الكلام ما بينفع معك.